أعرب المستشار يونس محمد الياسين رئيس اللجنة الاستشارية المشرفة على انتخابات مجلس الأمة ونائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للقضاء، أعرب عن شكره لكافة الجهات المشاركة في إعداد وتنظيم العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنها سارت على خطط شاملة وموضوعة من بداية عملية الاقتراع حتى الانتهاء من عملية الفرز. في البداية نحب نشكر كل القائمين على هذا العرس الديمقراطي، وزارة الإعلام، وزارة الداخلية، وزارة عدل، ونعطي النبذة عن بداية أعمال اللجنة الاستشارية. بتاريخ 4/5 صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بتشكيل اللجنة الاستشارية، ثم تبعها قرار معالي وزير العدل، ومن وقتها وساعتها بدأت اللجنة بالإعداد للعملية الانتخابية. تخللت جميع الجلسات والاجتماعات، لقاءات مع وزارة الإعلام وأيضا مع وزارة الداخلية ممثلة بالشؤون القانونية وإدارة الانتخاب، ووضعنا خطط مفصلة وشاملة للعملية الانتخابية من ساعة بداية الاقتراع حتى الانتهاء من عملية الفرز. مكننا وزارة الإعلام تماما من تغطية إعلامية، وزعنا جميع اللجان من مستشارين وقضاء ووكلاء نيابة، عندنا تقريبا 368 لجنة ذكور و391 لجنة إناث بإجمالي 759 لجنة، جميعها من رجال القضاء ويعملون على عملية الاقتراع بكل شفافية ونزاهة، وممكنين جميع الأخوان سواء مراقبين محليين مراقبين عالميين الدخول إلى اللجان وإبداء الاطلاع على ما يتم داخل اللجنة. أيضا اللجنة الاستشارية العليا ما تفوتني أني أنا أوجه لهم الشكر للجهد اللي بذل، وأيضا أكرر شكري لوزارة الداخلية ووزارة الإعلام ومجلس القضاء الأعلى وأخواني المستشارين والقضاء ووكلاء النيابة.